زيادات ماهيش مرغوب فيها برشا برشا. ماذا بينا يقعدوا كما هما وماذا بينا تنظيم اكثر للمجال هذا. شيء كبير ولا شيء كبير ياسر اخويا بوجليه في عام يزيدونا مرتين ياسر بالعام. المواطن ما عادش ينجم يقادر باش يدور على كهربته. واضح التعليق بدون تعليق. زيادات البرمجة إذا تخدم صالح المواطن وصالح اقتصاد البلاد احنا مروش قلق. حبوا حاجة تعاون البلاد وتوقف البلاد على ساقيها وتولي الناس كلها لباس. والله ما القوم يعملوا خاطر ديجا في ليسانس غالي وما نعرفش معناها كيفاش العباد بتجيب الفلوس باش يخلصوا الزيادات هذه الكل. والله زيادات ثقيلة برشا على الكاهل المواطن. احنا البلاد الوحيده ما فهمتش علاش اللي ما نمشيوش على كيما السعر البترول النفط قداش فهمتني. هو ديما يطلع ويهبط احنا ديما يطلع وما يهبطش. كل ما تنزيد شويه في السالير تنزيد في الماكله تنزيد في الليسانس باش نضطر ونخليو الاماكن نخليو كراهبنا وناخذوا الترانسبور. الزيادات نجم تقول في كل المجالات قاعدوا كان ليسانس ما زادوش فيه. شنو احنا ديجا نسوفريو من حاجات اخرين من الماكله والشراب والضوء والماء وزيد عليها ليسانس وزيد عليها كل شيء. معناها هنا بالرسمي لا تعليق يا حبيبي. المهم ديه شنو الزياده ذي تاع ليسانس 200 واحد كيفاش باش يصرف؟ معناها عنده كهرباء حتى قدام الدار على حسابك. والله شنو نقول لك اخي عينا وملينا وربي غير الحاجه والضروره. الواحد معاه صغار لا معناتها ضروره الكهرباء. والله للطوب يرحم والديها ويعطيها الصحه الحكومه ان شاء الله تزيدنا فيها اكثر. وانا راي ما عندي حتى راي وراس خويا ما عندي حتى راي خاطر لي اش من عندي راي 200 فرنك بس يزيدوا ها حتى نمشيو بيهم كرهبنا اخي زياده. تو احنا مازلنا كي زلنا زياده كل ايامات مازلنا بس تاثر على ترونسبور وتولي بس ولي تولينا مشاكل مع الاخيان مع البويجور وتولينا ما فهمتني خويا شو نقول لك. ياسر الضروره حكايه باش باش يعملوا زيادات للواحد ما عادش لاقي روحه تو. الله يسر هي هكا واحد البلاد وزيدوا تزيدوها بالليسانس وما والمازوت. يا سيدي خويا الله يقدر الخير وكا هو. والله ما عادش قادرين على شيء يا معلم والله ورس خويا ما عادش واحد يخدم على المازوت ولا ملخ. والله الشعب التونسي ما يقلقوا حتى شيء يزيدوا ينقصوا المهم يبدلوا البلاد كومبليتمون. انا ماذا بيا يرخصوا مش يزيدوا يزينا من زيادات تعبنا. والله فماش حاجه ما زادتش باش نقول لك معناتها الحقيقه هذا كل شيء زاد حتى المحروقات معناتها كشفت معناتها ليسانس كل شيء ما عادش لاقينا على حد شيء تو سامبلومون معناتها. والله كل شيء وقاعد يزيد ما فما حد شيء قاعد ترخص ما فهمناش كمين ماشي البلاد. والله يقدر الخير وكذا.